Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Pichy Mignon. اليوم ان شاء الله نديرو روزات تاع الكلاص. تجي بزاف بنينه. نحكمو كاس تاع الحليب اللي كنت حطيته في كونجيلاتور. نزيدو معاه 100 غرام تاع فلان فاني ولا كراميل ونص كاس تاع لاشونتيي. نزيدو معاهم 2 بو دو كريم ديسير و كراميل. اون بتيت اسوس ندورو لا بواط ونتقبوها بان كوتو باش يحبطلنا فاسيلمون كيما يتمام في لا فيديو. هنا نحطو كاع المكونات تاعنا بالباتور. ما تتقلقوش سا بخو ان بو دو طون، واحد 5 مينوت ولا لازم حتى تولينا لاباري تاعنا ايباس وتطلع لكم شويه وتبيض، نعرفو بلي سي بون راهي واجده. لهنا تقدروا تزيدوا تخلوها هكذا ولا حبيتوا، سينو تزيدوا لها مكسرات اللي حبيتوا والشوكولا كنت قطعتها اون بتي مورسو. نخلطوهم كاع. انا كنت حكمت امول هكذا او فورم دو كور، كنت درت له لو بابيي فيلم من تحت، حطيت لا كريم تاعي وزدت بابيي فيلم من الفوق باش نسكمو لها الوجه تاعها. ندخلوها للكونجيلاتور مينيموم 5 ساعات، انا خليتها اون ويك كومبليت. ماما قلت لكم باتت لي اون وي. نجبدوا لا غلاس تاعنا، حطيتها سور اون اسيات، نحو لو بابيي فيلم دوك بان كوتو، نجوزها الحواف تاعها كاع باش تتنحى لي فاسيلمون. يفو فير فيت سنو تبدا دوبلكم كيما انا. ومن بعد تزيين اختياري، انا دوبت شويه شوكولا حطيت من فوق وحطيت شويه جوز من فوق. الي سوبر فاسيل لا روسيت وباذن الله تعجبكم. ا تري بيانتو ان شاء الله. سلام.